قرار لطالما انتظره أصحاب المقاهي منذ إغلاق أبواب محلاتهم لمدة قاربت 5 أشهر، إلى أن أعلنت الوزارة الأولى أن هؤلاء أصبح بإمكانهم استئناف أنشطتهم الخدماتية شريطة الالتزام بالقواعد الوقائية المنصوص عليها من طرف السلطات الوصية. اليوم تلمو فرحنا، عيط الخدامة، كاين اللي جاو كاين اللي ما جاوش. الحمد لله رانا قمنا بالتعقيم المقهى ودرنا التباعد تاع لي طابل اكسيتيرا. تدابير وقائية واجب اتخاذها تشمل أساسا التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل والحرص على تنظيم هذا الأخير بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين وتتبع وضعياتهم الصحية. حبيت ديبرونشي كاع الكليماتيزور ودرت بوبال هنايا باش سبيسيال اللي باب هذه يبغي يقلعها ولا يبدلها ولا، وان شاء الله بربي نتبعوا الإجراءات ونخدموا على رواحنا كما كان الناس كما قلت لكم الناس مضرت. استئناف عمل المقاهي ليس بالأمر الهين في ظل كورونا، إلا أن ضرورة إعادة تدوير عجلة الاقتصاد الوطني إلى الاستعداد لاستئناف خدمة بيع القهوة. أنا خدام نخدم على دارنا، نخلص بارسومان، وفي هذا كوفيد 19 نضرينا بزاف، أنا واحد من الناس نضريت بزاف. هو مازال كاين المرض، معلى بالنا بلي مازال كاين المرض هذا كوفيد 19، بصح ماذا بينا احنا نحاربوا، نديروا اليد في اليد ونحاربوا حتى اللي يروح ان شاء الله والله يرفع علينا هذا البلاء والوباء. ومن أجل أن يكون الاستئناف والعمل في ظروف آمنة، ستتكلف لجان المراقبة المختلطة وهيئات مصالح المراقبة المختصة بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ تدابير زجرية في حق المخالفين.